سبيل الرشاد قناة سلفية دعوية على منهاج النبوة. الذين ينادون بالاختلاط ويدعون إليه أغلبهم من دعاة النار، وربما كان بعضهم جاهلا مقلدا لا يعي ما يقول إلا التقليد والنعيم كما يقول غيره. وصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال لحذيفة، لما قال له حذيفة يا رسول الله كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، يعني الدين الذي على يديه عليه الصلاة والسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت يا رسول الله بعدك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخلنا. قلت وما دخلوه؟ قال قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر. قال حذيفة يا رسول الله وهل بعد ذلك الخير من شر؟ إن ذلك الخير الذي فيه الدخن وفيه التغير هل بعده من شر؟ قال نعم. قال دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوا فيها. هذا عصرنا الآن وقبله بمدة، هذا عصرنا دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوا فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. من العرب ويتكلمون بألسنة العرب غير الدعاة من العجم، من نفس العرب ومن لسان العرب كما هو الواقع الآن في الإذاعات والتلفاز والصحافة والخطب الكثيرة والاجتماعات المتنوعة. دعاة على أبواب جهنم، هذا يدعو إلى الاختلاط، وهذا يدعو إلى السكر، وهذا يدعو إلى الحرية من الأديان، وأن تكون المجتمعات خالية من الدين بعيدة من الدين، وهذا يدعو إلى الشيوعية، وهذا يدعو إلى قومية الجاهلية، وهذا إلى غير ذلك. لا تحصى أهدافهم ولا يدعون إليه. يجمعهم أنهم دعاة على أبواب جهنم، يجمعهم أنهم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، يعني يدعون إلى النار، يدعون إلى أعمال وإلى أخلاق فجر أهلها إلى النار. فالذي يدعو إلى الإباحية أو إلى الشيوعية أو إلى قومية الجاهلية أو إلى الاختلاط أو إلى الأغاني والملاهي أو إلى الخمور أو إلى غير هذا مما يخالف الشر هو داخل في هذا، نسأل الله السلامة، سواء علم أو لا أو لم يعلم أو صار كان إمعة لا يدري ما يقول. قلت يا رسول الله فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت يا رسول الله فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. رواه البخاري ومسلم في الصحيحين من أصح الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأنتم الآن سمعتم ما في الاختلاط من الشر العظيم والفساد الكبير، والدعاة إليه كثيرون من أجناب الكفرة ومن خرج على أيديهم ومن قلدهم ومن استوجر لذلك. وليس هذا خاصا بالدعوة الاختلاط، بل هناك دعاة غير اختلاط، دعاة إلى التحلل من الدين بكلية والسخرية من الدين، وأنه لا دين ولا صلاة ولا اتباع لمحمد عليه الصلاة والسلام. دعاة إلى كل شر، دعاة إلى الجاهلية الجهلة والإباحية العومة قبيحة النكرة، نسأل الله العافية. كما أن هناك دعاة إلى الشيوعية التي هي أعظم كفر وأضله، وإنكار وجود الرب وإنكار الأديان كلها على الإطلاق. فالواجب على أهل الإسلام الحذر، ولا سيما في هذا العصر، عصر الغربة والشدة وعصر دعاة النار من كل
جانب ومن كل جهة ومن كل أفق. فالواجب على أهل الإسلام ولا سيما في هذه الدولة في الدول الإسلامية كلها وفي هذه الدولة ولكن أخص دولة الحرمين ملتقى المسلمين، يجب على هذه الدولة ورجالها جميعا وعلى أفرادها جميعا التعاون على البر والتقوى والتناصح، وأن تكون وسائل إعلامنا غاية في النزاهة والسلامة حسب الطاقة والإمكان.